مرحبا بكم في الوراق. يظل الأستاذ أحمد خير المحامي رمزا من الرموز الفكرية في تاريخنا الثقافي، إذ للرجل بصمته الواضحة في ترسيم المستقبل لسودان الثلاثينيات، فقد وجدت دعوته إلى قيام مؤتمر للخريجين يجمع نخبة المتعلمين من السودانيين في العام 1938. وكيف سيكون لهذه النخبة الجديدة في مجتمع السودان الطائفية والقبلية الدور الأكبر في تمهيد الطريق نحو الاستغلال؟ وأحمد خير الذي قدم نقده باكراً لمن قدم لهم الدعوة إلى العمل سوياً لصالح السودان وأن يكون عملهم موجهاً نحو الوطنية السودانية وبعيداً من الولاءات الضيقة الطائفية منها والمناطقية، كتب في كتابه كفاح جيل الصادر في العام 1948 ناعياً الانتهازية التي صاحبت عمل النخبة وعن ارتمائهم في أحضان الطائفية، وكيف أن مثقفاً لا يملك استغلاليته لا يكون صالحاً لمجتمعه. في حلقة الوراق اليوم نطوف بكم في هذا الكتاب التأسيسي الذي يطلق عليه البعض مجازاً إنجيل الحركة الوطنية السودانية. نقلب فيه صفحات تكشف عن النظر المتقدم للأستاذ أحمد خير، ونتعرف على طبيعة مشاغل ذلك الجيل وعن تحدياته وعن سطوة الزعماء القبليين والدينيين ومحاولتهم توظيف هذه الطاقة الجديدة من النخبة الصاعدة، كما نقرأ فيه مصائر جيل الخريجين. ويعرض المؤلف كذلك لحركة 1924 وعن قضايا أخرى كثيرة، كل ذلك رفقة ضيفنا الأستاذ زين العابدين صالح. مرحبا بكم في هذه الفقرة، فقرة الحوار. كما قلنا في المقدمة لهذه الحلقة، هذه الحلقة مخصصة لرائد من رواد الفكر السوداني، لكن الذي يميز هذا الرائد أنه ليس منظرا فقط بل منخرطا في الفعل السياسي السوداني، هو الأستاذ أحمد خير المحامي. الأستاذ أحمد خير كلما يذكر نذكر مؤتمر الخريجين، أول تجمع حداثي في السودان. الأستاذ أحمد خير حينما نذكره أيضا نذكر مخطوطه أو كتيبه كفاح جيل الذي هو موضوع وكتاب هذه الحلقة. كفاح جيل يسمى في أدبيات السياسة السودانية إنجيل الحركة الوطنية، ذلك لأنه أسس لمشروعية الحداثة السياسية في السودان. كما أيضا يمكن إشارة لهذا الكتاب أنه يعد كتابا مختلفا حتى في سياق الكتابات السياسية السودانية، لأنه لم يكتفي فقط أن يكتب خطابا سياسيا وإنما اشتغل على التنظير السياسي مستندا على تأسيس اجتماعي وفلسفي عميق. في هذه الحلقة اليوم مع ضيفي الكريم الأستاذ زين العابدين صالح، الكاتب والباحث والذي صدر له الإشكالية في الهوية السودانية في العام 2000، والحركة الشعبية الخطاب السياسي أيضا في العام 2000، وكتاب دور الحزب الشيوعي في انشقاقات الحركة الاتحادية في العام 2007. نناقش هذا الكتاب. أستاذ زين العابدين مرحبا بك في الوراق. مرحب، أهلا أستاذ غسان، مرحب بالوراق ومرحب بمشاهدي قناة السودانية 24. وحقيقة أحمد خير هو فعلا ككاتب ومفكر وكسياسي وكواحد من رواد المعرفة في السودان، حقيقة يعني السياحة معه تبقى سياحة عميقة جدا. صحيح صحيح يعني صحيح، ما صحيح ما سياحة صحيح. نعم. طيب خلينا نبدأ برضو أيضا لمصلحة الأجيال. نعم. نحن نعرف أن الذاكرة السودانية بذات الأجيال الجديدة قد تكون لا تعرف من هو أحمد خير، لذلك حق نعرف مبدأ بأحمد خير. وأحمد خير طبعا ولد في مدني سنة 1905، وتخرج من كلية غردون سنة 1925 كمترجم. نعم. وسنة 1944 تخرج كمحامي. لكن في الفترة من 1925 لغاية ما تخرج محامي، أنا أفتكر بأنه باعتباره أنه هو مترجم كان قارئا نهما. نعم. جدا. نعم. وكان مطلعا كان مطلعا على الثقافة العربية، ودلالة على ذلك هو دائما يستدل بآراء وبأفكار عربية في الشرق الأوسط،
وكذلك يستدل من خلال قراءاته باللغة الإنجليزية ما تصدر المطابع الإنجليزية في ذلك الوقت ومن المدارس الفكرية واطلاعه على الأدب. وترجماته نفسها كانت هي ذات إشكالية بالنسبة لأحمد خير اللي هو أدته وسع في أفقه وزادت على حصيلته المعرفية وكذا. وبالتالي من خلال التحول من مترجم إلى محامي هو حقيقة مزج بين اثنين، بين القراءة والاطلاع وبين القانون. ولذلك كان أحمد خير له منهج صحيح. يعني أحمد خير من الكتاب والمفكرين الذين استندوا وقعدوا واتكوا على منهج. هنأتي طبعا لتفصيل المنهج في غلاف الكتاب أستاذ العابدين. تاريخ حركة الخريجي وتطورها في السودان كفاح جيل، العنوان نفسه لافت جدا، كفاح جيل. وحقيقة كفاح جيل لما تقرأ الكتاب نفسه، لأنه أحمد خير بيتعرض لجيل كامل. وأحمد خير أشار له باعتبار أنه هو بداية الظهور الطبقي في السودان. طبقي؟ أيوه الطبقي. هو كما قال أحمد خير نفسه باعتبار أنه نادي الخريجين هو الذي أدى التمييز بالنسبة للخريجين عن بقية الفئات الأخرى السودانية، وكان عندهم اعتزاز بنفسهم باعتبار أنهم فئة مميزة في المجتمع. فلذلك أحمد خير لما تناول هذا الجيل كان متأكد تماما أن هذا الجيل حيلعب دور أساسي جدا في السودان وفي تغيير المجتمع في السودان. وبالتالي أحمد خير نظر للمسألة ما نظر لها نظرة سياسية باعتبار رغم انتمائه السياسي، لكن كان أحمد خير بينطلق من منطلقات فكرية. صحيح. وهذه المنطلقات الفكرية هي اللي جعلت أحمد خير منارة من منارات المعرفة والفكر السياسي، السياسي في السودان. نعم. البعض يصف هذا الكتاب بأنه سيرة ذاتية، وحينما نقلب عناوين السيرة الذاتية في السودان نجد أنها ترتبط بصاحب السيرة يحكي قصة نشأته وأدواره وكذا، لكن كأن أحمد خير اختار أمر آخر، أن يتحدث نيابة عن جيل هو ينتمي إليه. وده الفرق ما بين المفكر وما بين السياسي. يعني دايما السياسي لما يجي يكتب دايما بيكتب دوره الذاتية، الذاتية تطغى على الذاتية في المسألة. والمفكر دايما بياخد الجانب الموضوعي اللي ممكن يقدم فيه أسئلة لا يستطيع الآخر أن يقدمها في المجتمع. وبالتالي الأسئلة نفسها هي إذا أنت حاولت الإجابة عليها بتخلق وعي جديد داخل صحيح المجتمع. صحيح. فبالتالي أحمد خير كان يميل إلى أنه يستنبط من خلال حركة نعم المجتمع وكذا، وحركة المعرفة حتى بين مع الخريجين، أنه يستنبط أشياء جديدة صحيح، وأنه يقدم أسئلة جديدة. ورغم أنه هذه الأسئلة هو بيقول عليها أنه الأجيال الجاية من المفترض أن تجيب، عشان كذا هو قام سأل في آخر الكتاب أنه هل الأجيال الجديدة عندما تنظر إلى هذا الجيل اللي هو نظر له أنه كفاح جيل، أنه تقييم له حيكون شنو لهذا الجيل؟ هل فعلا هو كان جيل إيجابي قدم ما يعتقد أنه فعلا أرضى طموح هذه الأجيال؟ جيل أحمد خير الذي تحدث عنه هو جيل خريجين المدارس التعليم الحديث في السودان. نعم. اللي هو يعني جيل العشرينيات أم الثلاثينيات؟ الثلاثينيات. من تخرجوا مدارس في الثلاثينيات وكونوا طبقة حسب ما ذكر. نعم. طبقة في مقابل طبقات أخرى في المجتمع. هو أنا حقيقة مش في مقابل طبقات أخرى في المجتمع، لكن إذا أنت أشرت إلى مسألة أساسية جدا اللي هو التعليم الحديث. يعني إذا أنت نظرت إلى تناول القضايا الفكرية إذا كانت في مجلة الفجر أو إذا كانت في النهضة هي بدأت مع هذا الجيل. صحيح. عرفات، أيوة، معاوية، محمد عاشر الصديق، هذا الأسماء دي يعني. الأسماء صحيح. هي بدأت محجوب طبعا، محجوب طبعا اللي هي بدأت مع التعليم الحديث. صحيح. وبالتالي التعليم الحديث فتح لها أفق جديد. ما يعني التعليم القديم ما كان أصلا قائم على الحفظ في الخلاوي، التعليم الديني يعني. التعليم الديني فكان أصلا قائم على الحفظ، على حفظ القرآن وعلوم القرآن بشكل بسيط جدا، لكن
التعليم الحديث أول حاجة فتح أفقين، اللغة العربية كلغة أساسية واللغة الإنجليزية كأداة للمعرفة. نعم بالضبط. يعني الجيل الأول هو كان أداة المعرفية، ما كانت اللغة العربية، كانت اللغة الإنجليزية لأنه كانت أساس في صحيح في كلية قرضون. صحيح. صحيح. وبالتالي استطاع هذا الجيل أن يطور نفسه معرفيا، ومن خلال تطوره معرفيا استطاع أن يقدم أسئلة جديدة في المجتمع ما كانت موجودة. جميل. لكن ده ميز هذا الجيل، يعني ميزوا كطبقيا باعتبار أنهم أخذوا الوظائف في الدولة، الوظائف المتقدمة في الدولة بحسب ما سمح المستعمر وكذا، وبالتالي أصبحت طبقة مميزة داخل المجتمع. جميل. نحن طبعا هنجي لمؤتمر الخريجين بالتفصيل، لأنه أيضا يعني أحمد خير هو أول من بشر أو من دعا في مقالته الشهيرة سنة 6 اللي هي واجبنا بعد معاهدة 36. لكن أنت ذكرت عبارة المنهج، منهج هذا الكتاب. نعم. طيب، أي أحمد خير حقيقة لو من البداية من المقدمة أحمد خير بيتكلم حول التاريخ، يعني أحمد خير بينظر للتاريخ كمنهج أساسي بالنسبة له. تاريخ السوداني. تاريخ السوداني. أيوة. يعني دائما حتى التاريخ الغير سوداني، يعني هو لما نتكلم حول الديمقراطية ومسألة الحرية تكلم حول التطور الديمقراطي في أوروبا من القرن. صحيح صحيح. تتبع هذا الأمر. أيوة. تتبع صحيح. هذه صحيح. المسألة. وبالتالي كان المنهج التاريخي بالنسبة له كان ما المنهج التاريخي المادي، المنهج التاريخي الوصفي. نعم نعم. واحدة. المسألة الثانية إنه أحمد خير كان عنده باب المقاربة، يعني دائما كان بيحاول إنه يقدم نماذج اللي هو مثلا المؤتمر الخريجين في السودان، المؤتمر الهندي. أها. مقابل المؤتمر. نعم. الهندي. نعم. ويعكس ما هو التطور اللي حصل داخل المؤتمر السوداني، وفي نفس الوقت ما كان دور المؤتمر الهندي في المجتمع الهندي. مقارنة معيارية. مقارنة معيارية. يحاول أن يعاير بين النموذجين. نعم. 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 طيب. عشان يحدث، عشان يوري مسألة التطور اللي حصلت داخل المجتمع السوداني. أها. من ضمن هذا الجيل نفسه. يعني ما كان جيل منقلق، كان جيل منفتح، يعني بيعرف المؤتمر الهندي، كان بيعرف الفابية. نعم. الاشتراكية في بريطانيا. الاشتراكية. كان بيتكلم حول العمال كيف وصل. صحيح. إلى السلطة. صحيح. صحيح. في كل أسئلة مهمة طبعا. من الأشياء اللافتة في الكتاب أنه هي تعكس رؤية أحمد خير لما ينبغي عن أن يكون عليه الدور الخريجي. يمكن أن يطرح سؤال مباشرة حول دواعي تأليف الكتاب. لماذا كتب الأستاذ أحمد خير المحامي كتاب عنوانه بكفاح جيل؟ حقيقة أحمد خير لأنه هو أصلا كتب هذا الكتاب ما كان في قاعدة أساسية، يعني هو كان يستند عليها. طيب. يعني ما كان في كتاب تاريخي بالنسبة لهذا الجيل. يعني برضو للملاحظة هذا الكتاب كتب 1948. نعم. ده كتاب باكر. أيوة. جدا. فكتاب باكر جدا. وبعدين إذا أنت تلمست أنه بداية التعليم الحديث إذا كان سنة 1899 بعد المستعمر طوالي اللي هو قريب قردون. من نصف قرن. أيوة. قردون. 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 48 سنة ما كانت في مصادر تعكس هذا الجيل. أها. اللي تحدث عنه أحمد خير. وبالتالي أصبح الكتاب نفسه هو مرجعية. أها. مرجعية أساسية. صحيح. بالنسبة. صحيح. للكفاح. صحيح. على 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 ذكر الطبقة أستاذ زين أيضا في صفحة 13. نعم. يقول الأستاذ أحمد خير والقيادات الدينية في السودان نوعان. نعم. قيادة مستنيرة وأخرى ضاربة في غياهب الجهل تائهة في سراديب التعصب، وطبقة جديدة هي طبقة الخريجين. نعم. الأمر ده برضو بيخلق ما يمكن تسميته الصراع، أنا ما أدري أسميه صراع طبقي، لكن خلينا نسميه صراع البنى الاجتماعية في السودان. أيوة. بين طبقة حديثة وطبقة وصف أحمد خير بالله من القيادة المستنيرة الدينية ومن الضاربة في غياهب الجهل القصد من الأستاذ أحمد خير. هو صحيح أحمد خير بيتكلم حول طبعا معروف أنه غياهب الجهل هم كل الذين كانت مرجعيتهم الفكرية هي مرجعية غير التعليم الحديث، باعتبار أنه الوقت ذاك يمكن الناس كانت بترجع المسألة لمسائل أسطورية عرفانية، عرفانية يعني. قيادة دينية عرفانية. قيادية دينية. لكن أحمد خير بيفتكر بأنه الجيل الاستنارة هو الجيل اللي بدأ مع التعليم الحديث،
والبديل الانفتح على المجتمعات الأخرى ويستطاع أن يستقي معلوماته ويستقي معارفه من خلاله وبالتالي استطاع أنه يكون شخصيته الاعتبارية لأنه أحمد خير بيفتكر بأنه الجيل ليا هو اللي قدم كل هو اللي قدم رؤية جديدة لصالح مستقبل السودان. نعم السودان. صحيح. يعني الفكرة نفسها بتاعت مؤتمر الخريجين هي نبعت من هنجي طبعا مؤتمر الخريجين أيضا حينما نقرأ حول نادي الخريجين وبرضو للمعلومة أنه هذا أول نادي في السودان ضم يعني زمرة المتخرجين من المدارس الحديثة في مقابل التعليم الديني. بيقول أنه وتأسس يقصد نادي الخريجين بأم درمان في صيف 1918 أول نادي للمتخرجين، قال عنه رئيسه الفخري المستر سيمسون مدير كلية غردون في خطبة الافتتاح إن هذا النادي سيلعب دورا هاما في التاريخ. طيب هو حقيقة الفكرة اللي قالها أحمد خير كثير من الآخر من الكتاب الآخرين برضو تناولوا نفس هذه الفكرة لكن بمفهوم غير أحمد خير. طيب كيف؟ أحمد خير بيفتكر بأنه هذا النادي سوف يلعب دورا تاريخيا كما قال شمسون دورا تاريخيا في 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 المجتمع السوداني بأنه حيقدم رؤى وتصورات جديدة إنه يغير فيها التركيبة الاجتماعية بالنسبة للمجتمع. لكن الآخرين كانوا بيفتكروا لا إنه سيمسون بيفتكر بأنه هذا النادي سوف يلعب دور أساسي جدا في عملية استغلال السودان. وده أشار له بشير محمد سعيد في كتاب الأزهري وعصره. يعني كان بيركز على هذه المقولة تماما باعتبار إنه الجيل بتاع المؤتمر الخريجين نادي الخريجين أيوة نادي الخريجين ومؤتمر الخريجين اللي نقصد نادي الخريجين سوف يلعب دور أساسي جدا في مسألة استقلال السودان بقوة حديثة مستنيرة مختلفة عن القوة التقليدية الموجودة. أيوة ده تفكير سياسي. لكن أحمد خير بتفتكر لا أحمد خير لأنه تفكيره رغم سياسي لكن هو بيرجع إلى 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 استنباط الفكر من نفس المقولة نفسها باعتبار إنه تحليلها أيوة تحليل المقولات وبالتالي إنه هذا الجيل اللي استلم نادي الخريجين سوف يكون له أثر أساسي جدا في مستقبل السودان في التغيير الاجتماعي تغيير الاجتماعي. أنا هأخذ بعد إذنك هطلع فاصل ثم نعود لنأتي لأن أحمد خير عنده رأي حاد فيما نسميه الطائفية في السودان. دعونا نخرج إلى هذا الفاصل ثم نعود لنواصل الحوار حول كتاب الأستاذ أحمد خير المحامي كفاح جيل مع الأستاذ زين العابدين صالح. كونوا معنا. جواد علي 1907-1987 المؤرخ الفيلسوف. ولد المؤرخ والمفكر العراقي جواد علي في الكاظمية بالعاصمة بغداد العام 1907 وبدأ دراسته في كلية الإمام أبي حنيفة ثم تخرج من دار المعلمين في العام 1931 ومنها انخرط الدكتور جواد علي في مهنة التدريس في المدارس الثانوية ببغداد. ابتعث للدراسات العليا في ألمانيا وفيها حصل على درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي في العام 1939 من جامعة هامبورغ. وقد كانت رسالته العلمية بعنوان المهدي وسفراءه الأربعة والتي كتبها باللغة الألمانية. كان للدكتور جواد مساهمات في المجال السياسي لبلاده وكلفه انخراطه في السياسة النفي والاحتقال، فقد قضى فترة في معتقل الفاو. وفي مجاله المهني والعلمي ينسب للرجل الفضل في وضع اللبنات الأولى للمجمع العلمي العراقي وذلك سنة 1947. وقد عمل علي أستاذاً بكلية التربية جامعة بغداد حتى تقاعده في العام 1972 ومن بعد ذلك عمل أستاذاً زائراً في جامعة هارفارد الأمريكية.
يرى جواد علي أن مهمة المؤرخ ليس فقط تدوين وملاحقة الأحداث وتدوينها، بل وظيفته كما يراها هو أن يعمل على إعادة تشكيل الحدث التاريخي بحيث يعود به إلى لحظاته الأولى كما كانت. يرى جواد علي أن مهمة المؤرخ ليس فقط تدوين وملاحقة الأحداث وتدوينها، بل وظيفته كما يراه هو أن يعمل على إعادة تشكيل الحدث التاريخي بحيث يعود به إلى لحظاته الأولى كما كانت. وقد عرف عنه التزامه الصارم بالمنهج وتقيده الدقيق بالمراجع والأصول، كما أن له رأي واضح في الدعوة إلى إعادة كتابة التاريخ، حيث يرى فيها دعوة غير علمية وليست سوى محاكاة لدعوات أوروبية، إذ أن المطلوب من المؤرخ أن يحكم منهجه ويعود به إلى المصادر الأصلية. كما طالب جواد علي بضرورة أعمال المنهج النقدي في كتابة التاريخ، وهي السمة التي طبعت أغلب مؤلفاته. كرم الدكتور جواد علي بأرفع الأوسمة العربية والعالمية، منها وسام المعارف اللبناني ووسام المؤرخ العربي، كما نال عضوية الجمعية الآثارية الألمانية. من مؤلفاته التاريخ العام 1927، أصنام العرب 1967، مؤسسة تاريخ العرب قبل الإسلام 8 مجلدات 1956 و1960، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 10 مجلدات 1968-1974، تاريخ العرب في الإسلام 1969. توفي الدكتور جواد علي في 26/9/1987 مخلفاً وراءه تركة علمية ضخمة في مجال التاريخ والأدب واللغة. مرحبا بكم مرة أخرى، لازلنا في الوراق مع الأستاذ زين العابدين صالح، نناقش كتاب الأستاذ أحمد خير المحامي، كتابه المعنون بكفاح جيل. أستاذ أحمد، أستاذ زين العابدين، كفاح جيل أو أحمد خير نفسه له موقف باكر ويمكن وصفه أنه موقف حاد من القوة التقليدية الموصوف بأنها قوة طائفية. وحقيقة أحمد خير فعلا عنده موقف أساسي جدا من الطائفية، لأنه بفتكر لأنه أحمد خير اعتمد على الموقف الثوري في الخريجين، يعني كان بيفتكر بأنه الخريجين بيمثلوا جيل شباب وجيل ثوري، وبالتالي جيل الثوري هو ما يقدم رؤى جديدة وتصورات جديدة داخل المجتمع، وبالضرورة بأنه هذه التصورات وهذه الرؤى ربما تتعارض مع مصالح الطائفية. وهو كان بيفتكر بأنه الجيل الخريجين نفسه وجيله هو، يعني بيتكلم عن جيله نفسه، بيتقسم الى ثلاثة تيارات. طيب، التيار الاول هو تيار معرفي وتيار فكري وقادر يقدم رؤى وتصورات حول الثورة السودانية، والجيل الاخر هو جيل معرفي لكن دائما بيبيع هذه المعرفة كنخاسة بالنسبة لمن يدفع. جيل انتهازي، جيل انتهازي، هو سموه جيل الانتهازي. صحيح صحيح، وده جيل دائما كان بيميل للطائفية، لأنه كان بيفتكر بأنه الطائفية عندها قاعدة جماهيرية جاهزة، وبالتالي هو يستطيع أن يكون جزء من هذه الطائفة، أن يلعب دور أساسي، يتكسب يتكسب منها. طيب، في التيار الثالث هو تيار معرفي لكن دوره سلبي، يعني نخبوي، ما قادر يأسس نفسه ويدخل للتغيير الاجتماعي، ما قادر يقدم صحيح. تساؤلات حقيقية. نعم، من النقد الكبير، يعني أستاذ زين في صفحة 15 بيقول أستاذ أحمد خير: يبدأ الواحد أول حياته مكافحا في سبيل الحرية والمثل العليا، حتى إذا ما أرضى طموحه الشخصي واستجيبت مطالبه الذاتية ينخرط في سلك المؤيدين وتهادن مع خصوم مبادئه ومثله، وانتهى به الأمر أخيرا للجلوس في مقعد وثير في صفوف الهيئة الحاكمة يسبق اسمه لقب وتتبعه رتبة. ده الجيل الثاني الانتهازي؟ ده الجيل الانتهازي أصلا، لأنه جيل كان بيلعب على 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 على, على قاعدتين، قاعدة الحكومة الإنجليز اللي هو موظف الدولة، يعني موظف الدولة، والجيل والطائفية، اشترك الطائفية، الطائفية الحكومة بتملك القرار والطائفة بتملك القاعدة الجماهير. الجماهير صحيح صحيح. فبالتالي كان هو فعلا جيل انتهازي. أنا عندي سؤال دائما في نقاشاتنا حينما نتحدث عن الطائفية، ألمس أنه جيل الخريجين
بدرجة ما كان يشيطن الزعماء الدينيين في السودان. طبعاً يا إخوان لما نقول الطائفية بنقصد الطائفتين أو الثلاثة مش كده، الختمية الأنصار والهندية وبقية زعماء القبائل. أنت بتتفق مع الرأي أنه في ثمة شيطنة أو الحديث عن أن دجيل الطائفية مهادنة ومستسلمة وبعض وصفها بالخيانة والعمالة وكده؟ والله يشوف، هو الطائفة طبعا لابد أن, 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 أن تحافظ على مصالحها، وحفاظ على مصالحها بيخليها إن حتى ترفع شعارات ثورية في بعض المرات يعني. يعني ممكن تلعب، يعني ممكن ترفع شعارات ثورية من أجل الديمقراطية، من أجل الحرية، من أجل أشياء كثيرة جدا عشان تحافظ على قاعدات الجماهيرية على حسب التيار الموجود. و ما وطنية يعني الطائفية نوصفها بعدم الوطنية، ما بنقدر نجرضها من الوطنية بتاعتها. طيب نوصفها بشو؟ لكن بنوصفها بأنها هي دائما بتلعب دور معيق لحركة التطور في المجتمع. وده رأي أحمد خير. وده رأي أحمد خير. عشان كده أحمد خير كان يعني، والمسألة دي ظهرت في رؤية ثورة 1924. أيوة طيب. بشكل واضح جدا كان بيفتكر بأنه في جيل ما يسموه هو جيل المعتدلين. أقصد طائفة المعتدلين داخل هذا الجيل. طيب. وهؤلاء المعتدلين كانوا بيلعبوا دور أساسي جدا في إنه يهادوا الطائفة. وفي نفس الوقت كانت علاقاتهم طيبة جدا ومصالحهم ممدودة مع الاستعمار. فبالتالي قاموا لعبوا دور أساسي جدا في إنه يحاولوا يكسروا التيارات الثورية داخل المجتمع. ممكن يوصف بأنهم معتدلين؟ والله يا أخي ما أعتقد أنهم ممكن يكونوا معتدلين، لأنه أصلا مهادنين يعني. مهادنين طبعا. الموقف من 24 نذكر كلنا ما كنت في جريدة الحضارة. المملوكة لزعماء الطائفة الثلاث. الحديث عن أنه حركة 24 لا تمثل الشعب السوداني، حتى أن هناك يعني محاولة إنقاص أو تعيب علي عبد اللطيف بأصله العرقي حينما يقول ومن هو علي عبد اللطيف هذا. أنت تفتكر أنه الطائفية في 24 لعبت دور مخذل، دور سلبي حسب رؤية أحمد خير؟ أيوة نعم. هي لعبت دور مخذل جدا ولعبت دور سلبي جدا، وحاولت أن تستميل الإنجليز. يعني هي كانت في 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 في, في في نقدها بالنسبة للتيارات الثورية ولثورة 1924 هي كانت بتستميل في الإنجليز، باعتبار إن هي الجهة الوحيدة اللي تستطيع أن تنفذ ما تريد السلطة أو الإنجليز، وبالتالي إن لابد أن تستشار في كل صغيرة وكبيرة عشان تقطع التيار بالنسبة للحركة الثورية في المجتمع. يذكر أستاذ أحمد خير أيضا أن من عقوبة ما بعد 24 برضو للتذكر أنه 1924 جمعية اللواء الأبيض الجمعية التي كانت تنادي بالوحدة مع مصر. نعم. ثمت عقوبة أوقعت على النخبة الجديدة دي بأنه تم العودة إلى القبيلة مش كده؟ أيوة تم. طيب. العودة إلى القبيلة. ما هو أنت عشان توقف التيار الثوري لابد أن تضع أمامه عراقيل كثيرة جدا. طيب. وتنقله من الحتة اللي هو بيفكر فيها اللي هي مسألة التطلعات في مسألة التغيير إلى منطقة أخرى هو لا يستطيع أن يقدم فيها شيء. يعني أنت لما تحاول أنك تتهمه بأنهم من فئات متواضعة وعملاء لمصر، وعملاء لمصر وإلى آخره اتهامات، بأنك أنت عايز تشغل تفكيره لأنه هو تفكيره أصلا تفكير ثوري. ثوري صحيح. وبالتالي أنت عايز تشغله بأشياء أخرى عشان على الأقل تعمل له نوع من كوابح انها توقف هذه الثوريه منه. فبالتالي افتكر بانه هؤلاء المعتدلين ما سموه هو الغريب احمد خير بيسموه يقولوا معتدلين بيسموه الانتهازيين. صحيح صحيح صحيح. في الكتاب نفسه 1924 برضو من الاشياء الملفته في الكتاب انه بدايات ظهور مؤتمر الخريجين، أول تجمع يوصف أنه تجمع حداثي في السودان، ينسب ذلك إلى مقال كتبه الأستاذ أحمد خير. وأحمد خير قال كتب المقال سنة 1935 قبل المعاهدة. قبل المعاهدة كتب الفكرة سنة 1935. أول حاجة المعاهدة شنو عشان برضو الناس تعرف؟ المعاهدة سنة 1936 هي المعاهدة الإنجليزية المصرية للمعاهدة بموجبة طبعا بريطانيا فاوضت المصريين و
ما خلت السودانيين يحضروا هذا. يعني المصريين فاوضوا نيابة عن السودان. وبعد وحتى إنه الاتفاقية 1923 كانت متقدمة على 1936. لأنه اتفاقية سنة 1926 كانت أعطت نص درجة من الحرية أوسع. جزء من استقلال مصر نفسه كان في هذه المعاهدة. هو طبعاً كان اعتراض أحمد خير أنه لم يكن هناك ذكر المسألة السودانية في معاهدة 36 لأنه ما في قوة سودانية يمكن أن تعبر عن نفسها. لكن هو نفسه أحمد خير قال أنه يعني الخريجين لما أرسلوا الوفد بتاعهم سنة 1936 بفتكر ان هذه ذاتها نقطة بتاعت بداية، رغم انه وزير المستعمرات البريطاني ما كان راضي بانه الوفد السوداني يجي ويحضر والى اخره، لكن كانت برضو هي كعلامة انه في قوة يمكن ان تتحدث باسم السودان، بخلاف الزعماء الدينيين. ايوه، وبعدين في نفس اللي هو المقال بنتقد فيه حضور الوفد السوداني، لكن قدم مسألة أخرى بأنهم هم بيرتبوا نفسهم باعتبار أن السودان يأخذ حكم ذاتي عشان يمشي للاستغلال. فدي كان فأحمد خير بيفتكر بينه دي نقطة جوهرية جدا. هو قال الوزير ده لولا ذهب الوفد السوداني ما كان قاله. صحيح، ما كان هيكون أصلا في صوت آخر يعني الحديث عن السودان وكذا. طيب، المسألة السودانية مهمة جدا أيضا. يعني الكتاب تحدث عن أنه موضوع استقلال السودان كان متنازع بين رؤيتين. رؤية مصرية تتحدث عن حق الفتح والأملاك وكذا، رؤية إنجليزية. طيب، شنو رؤية أحمد خير في هذا الأمر؟ أحمد، شوف، أحمد خير بنى آمال كبيرة جدا على المصريين. يعني أنت لو قريت الكتاب كله، أحمد خير طبعا كان بيميل لوحدة وادي النيل باعتبار أنه اتحادي، هو اتحادي مستقل طبعا، اتحادي مستقل لانه ما انضم لاي حزب، ما منتمي لاي حزب. أيوة. احمد خير ما منتمي، او كان منضم في الاول الاتحادي من احمد خير انضم للحزب. هو ما انضم للحزب، هو كان بيفتكر بانه جزء من التيار الاتحادي اللي موالي لمصر، لكن في استقلاليه تامه، لكن في استقلاليته هو. واستقلاليته جاءت باعتبار انه زول مفكر. صحيح، يعني الانتماء بحد منه بيقيده بشروط كثيره جدا. طيب، فبالتالي هو كان داري حيبقى حر. صحيح، ما داير انه يكون فلوترز بس، لكن داير يكون عنده انتماء فكري، ومن خلال هذا الانتماء الفكري يستطيع ان يعبر فكريا. طيب، رؤيه وضع امال على مصر بانه يكون في اتحاد بين البلدين. طيب، هو وضع امال كبيره جدا على مصر انه يكون في اتحاد بين البلدين، لكن كان بيفتكر بانه احمد خير نفسه لما لو تجي في 1924 في ثورة 1924 قال مقولة مهمة جدا، اللي هي قال انه اي ثورة او اي تصور لقدام يهدف الى تغيير اجتماعي يجب ان يعتمد اعتماد اساسي على وعي الجماهير. جميل جميل، ووعي الجماهير مسألة أساسية ومهمة جدا. والله ده رهان. اي، فبالتالي اذا انت ما رهنت على الجماهير لا تستطيع أن تحدث أي تحدث أي تغيير في المجتمع. لذلك أحمد خير كان بيفتكر بأنه الثورات اللي قامت في السودان رغم إنها كانت موالية لمصر لكن إن المصريين ما كانوا بالقدر الكافي. صحيح، مؤيدين. صحيح، لهذه الثورات. صحيح، صحيح، يعني كانوا حتى هو أشار للموقف المخذل بعد خروج الجيش المصري من السودان. حتى من ذهب من السودان إلى مصر مهاجرا بعد 24 لم يجد اي عون من المصير رغم قناعته بهذا الامر. الرؤيه الثانيه للانجليز، كيف كان بعين احمد خير لمستقبل السودان، مستقبل الدوله السودانيه استقلاله؟ هو طبعا احمد خير ما كتب كثير من المقالات ضد الانجليز اللي هو ما سماه مآسي الانجليز في السودان. الانجليز في السودان، نعم صحيح، كتاب طلعوا مآسي الانجليز في السودان. واحمد خير كان بيفتكر بانه الانجليز بيلعبوا دور اساسي جدا في 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 في, في عدم تطور السودان وعدم استقلال السودان. وكان بيفتكر بانه في مسألتين لا بد أن يكونوا، اللي هو الاستقلال والديمقراطية لا بد أن يمشوا مع بعض parallel. يعني لا يمكن واحدة تتأخر على الثانية. فإذا أنت بتناضل من أجل الاستقلال لا بد أن يكون عندك البناء الديمقراطي مسألة سليمة ومهمة جدا، ولا بد أن تكون واعي. عشان كده أحمد خير كان بيفتكر بأنه النخبة
اللي كانت مطلعة كانت من المفترض إنه كنت تصوراتها ليس هي مبنية على 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 على, على الواقع السوداني بس حتى على الواقع الخارجي. يعني تصور الخارج بالنسبة للسودان ودور السودان وإلى آخره لابد أن يكون على دراية كافية جدا بالمسألة دي. كيف كان بعين العلاقة بينه وبين مصر؟ كان بيفتكر شنو الاتحاد؟ هو كان بيفتكر أحمد خير بالمناسبة سبق حتى الاتحاد الأوروبي. لأنه أحمد خير في الكفاح في كفاح جيل هنا لما كان بيتكلم حول الاتحاد بين السودان ومصر اللي هو سموه الكونفدريشن. كونفدريشن يا. فأحمد خير كان بيفتكر بأنه هذا الاتحاد هو التصور للمستقبل. لأنه مستقبل الدول في العالم في اللي قدام هو اتحادات التكتلات الإقليمية دي. الإقليمية وإلى آخره. وحتى ضرب مثل الاتحاد الفيدرالي السويسري. وبعدين كان بيفتكر بأنه الوحدة مع مصر والوحدة السياسية مع مصر ما تتبنى على المسائل الأنثروبولوجية. إنك تقول والله يا أخي وحدة التاريخ وحدة أيوة الهدف وحدة أيوة ما تعرف علاقات الأزلية وحدة اللغة والثقافة والدين. لا بد أن تتبني على مسألة ديمقراطية. إن السودان يكون قائم على على قاعدة ديمقراطية ومصر قائم على قاعدة ديمقراطية. وبالتالي يكتسبوا الاثنين الشعبين اندماجية في مسألة التأسيس الثقافي لمسألة الديمقراطية والحرية والاقتصاد وإلى آخره. فكان بيفتكر بأنه المسائل الأنثروبولوجية دي هي مسائل صحيح ضرورية بس لكن مساعدة مش أساسية لكن ما تلعب دور أساسي. يعني كان بينظر أنه يكون في حكم أو تكون العلاقة مع مصر قائمة على الاتحادية النوع ده من النظام اللامركزي ما بين السودان وما بين مصر. طيب أنا قبل ما أجي للحديث عن باب مهم جدا هو نشأة الأحزاب اللي اشتغل عليه أستاذ أحمد خير ورؤية لكل حزب اسمع لي أستاذ زين عبدين نخرج لهذا الفاصل ثم نعود لنواصل حوار مع أستاذ زين عبدين صالح حول كتاب كفاح جيل للأستاذ أحمد خير المحامي. كونوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى في الوراق. لازلنا مع الأستاذ العبدين صالح نناقش كتاب الأستاذ أحمد خير المحامي كتابه كفاح جيل. أستاذ أحمد أستاذ العبدين الباب المهم في الكتاب باب نشأة الأحزاب وطبعا عارفين فترة الأربعينيات شهدت ميلاد الأحزاب السياسية في السودان. أستاذ أحمد خير كان عنده رأي وهو متأمل بارع جدا يعني لكل حزب حينما تحدث عن تحت العنوان الاتحاديون ماذا يقول؟ هو أحمد خير طبعا بيتكلم حول الاتحاديون وطبعا هو واحد منهم بس مستقل يعني بس ما حزبي ايوه. فهو بيفتكر بانه الاتحاديين فئه من السودانيين المنتمين انتماء سياسيا ومؤيدين لوحده وادي النيل ايوه ولكن ضد الطائفيه. كان عندهم موقف من الطائفيه موقف اساسي جدا وكان بيفتكر بأنه الاتحاديين موقفهم من الطائفية ده هو اللي كان بيميزهم عن القوى السياسية الأخرى. ولذلك كان بيفتكر بأنه هم مطلعين جدا قادرين يواكبوا التصورات اللي تخرج من المدارس الفكرية وخاصة في 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 أوروبا وتأثر جدا بالمدرسة الفابية. وطبعا قدم لهم نقد لما نقرأ أنه نادى الاتحاديون في أكتوبر 44 بالاتحاد مع مصر على نظام الدومينيون اللي هو الثنائي ده. لكن عنده وصف عجيب والاتحاديون يتشبثون بالقواعد المقررة والنظريات الفقهية والأوضاع المحددة. ده طبعا توصيف دار شرح وهو طبعا النظريات الفقهية هو زي ما قلت لك انه دائما الاتحاديين في ذلك الوقت كانوا كثيرين الاضطراع.
كانوا ميالين للمسائل النظرية يعني مثلا الفابية في كذا الوجودية كذا وإلى آخره، طبيعة تكوين نفسه، تكوين نفسه نخبوي شوي. أيوة طيب. وبعدين المسألة الثانية إنه ما كانوا جماهيريين، رغم إنه كانوا نخبويين جدا لكن ما كانت عندهم قاعدة جماهيرية، وكانوا هم باعتبار إنه كثيرين الاطلاع كان التداول بيناتهم مختص في هذه المسائل الفكرية يعني دون أي شروحات. فعشان كده أحمد خير هو بيفتكر بأنه الاتحاديين ما لعبوا دور أساسي جدا في مسألة التغيير الاجتماعي. طيب برضو يتحدث عن حزب الأشقاء، تجد أمر برضو ملفت، امتاز قادة الأشقاء حتى الآن يقصد سنة 48 بالتوفيق بين نزعتين متناقضتين، النزعة الديماغوجية اللي هي التعصبية دي وتتمثل في أو مش تعصبية، تتمثل في بغضتهم على كسب قوة الجماهير، مش التعصبية لكن الشعبوية يعني، والثاني نزعة ديكتاتورية تتمثل في انفراد القيادة فقط برسم الخط السياسي. أيوة ديل الأشقاء، ديل الأشقاء. الأشقاء طبعا كانوا جماهيريين، أيوة كانوا ناس عندهم قدرة على الخطابة، كان عندهم قدرة على الحركة، وده حزب الزعيم إسماعيل أزهري. أيوة وفي نفس الوقت كان عندهم علاقة طيبة جدا مع الطائفية، لأنهم كانوا دارين يستفيدوا من القاعدة الجماهيرية. أيوة من جماهير الطائفة، جماهير الطائفة. طيب وكانوا فعلا نهيمين برضو في مسألة القراءة، لكن ما كانوا متعصبين بالدرجة تاعت الاتحاديين. دي جماعة نخبوية شوية، هنا في مرونة لأنه في مرونة حتى في العلاقة مع الطائفية. أيوة عندها علاقة بالطائفية وعندها علاقة بالقاعدة الجماهيرية. صحيح. القاعدة الجماهيرية دائما بتتطلب بأنك أنت تبسط مقولاتك الفكرية بالنسبة لهم، لذلك استطاعوا يكسبوا جماهير أكثر أو أوسع من الاتحاديين. نعم. ولما نيجي يقول أنه القيادة فقط هي من تقوم، دش نطعن في ديمقراطية الحزب. أيوة طبعا. ما ديمقراطي. لا ما أيوة هو كان بيفتكر بأنه إن كان الاتحادين ولا كان الأشقاء كانوا جماهيريين جدا ويستخدموا الجماهير في مسألة الانتخابات، لكن لما يصلوا للسلطة خلاص بينفردوا بالقرار، بينفردوا بالقرار. فكانوا ديكتاتوريين. صحيح، لأنه بيقول صحة 88 لذلك يصح القول أن الأشقاء حزبان. حزب انتخابي تبرز قوته وضرورته في الانتخاب، وهذا يضم قوة جماهيرية غفيرة، وحزب آخر أقلية متحكمة أوليغاركية زي ما بيقولوا اليونان، وقد برهنت هذه الأقلية على أنها أداة طيعة في يد المحرك الخفي. من؟ أيوه. المحرك الخفي ده من؟ يقصد منه؟ المحرك الخفي هو طائفية طبعا. وهو كانوا عندهم علاقة بالطائفة. يعني الطائفية كانت تستخدم حزب الأشقاء؟ لا مش حزب الأشقاء كان بيستخدم الطائفة، لكن المحرك الخفي هي قيادة الطائفة. الطائفة. هي اللي بتحرك الجماهير. لصالح حزب الأشقاء. لصالح حزب الأشقاء. وفي النهاية لمصلحتها هي ذاتية. لمصلحتها، لأن هي دار تحافظ على مصالحها. صحيح صحيح صحيح. فهم كانوا بيعرفوا يلعبوا هذا الدور. إنهم ذو علاقة طيبة جدا بالطائفة، ويستطيعوا أن يحركوا هذه الطائفة لمصالحهم، وفي نفس الوقت الطائفة هي لما تتحرك لمصالح الأشقاء هي بتحافظ على مصالحها نفسها. يعني تم توظيفنا اللعب بالأشقاء لصالح مصلحة الطائفة. الطائفة. بهذا نعم. المعنى يعني. نعم. يذكر أيضا الأستاذ أحمد خير حزب الأحرار، لعله ده اختفى بعدك ما ظهر. من هو حزب منو دينس حزب الأحرار؟ هو طبعا زي ما قال. اللي صفحة 88. أيوة. يعني أحمد خير لما جاء في حزب الأحرار إنهم ديل فئة ما بين الاثنين اللي هو ما بين الاتحادين والأشقاء. الاتحادين والأشقاء. الأحرار رغم أنهم عندهم علاقة بمصر يعني وكذا، وكانوا يمكن لكن ما بقدر ما كانت علاقتهم قوية بأطروحات الاتحاديين، لكن كان عندهم موقف من الاتحاديين، لكن كانوا برضو بأيدوا الوحدة مع مصر. الوحدة مع مصر. التيار ده كله طبعا انضم في النهاية لتيار واحد مش كده؟ سنة 53. سنة 53 اللي هو سموها تجميع أو توحيد الأحزاب الاتحادية. الاتحادية. أيضا هناك حزب وحدة وادي النيل. أي. وحدة وادي النيل طبعا حزب ما كان عنده علاقة جماهيرية، يعني ما كان عنده قاعدة جماهيرية واسعة. فكانت نخبة. اتأسس سنة 46. اتأسس سنة 46 وبعدين اتأسس على باعتبار إنه كان بيفتكر بإنه الخط الاتحادي والخط بتاع الأشقاء ما كان واضح
بشكل أساسي جدا في مسألة العلاقة مع العلاقة مصر. مع مصر. أها. لذلك سموه وحدة وادي النيل. وادي النيل أيوة. يعني بيتكلموا عن دولة واحدة يعني. دولة واحدة. مش دولتين. أيوة. لأنه الاتحادين كانوا بيتكلموا عن الدمنو. الدمنو ده ثنائي ممكن يكون في نظامين حكم. أيوة. أيوة صحيح. وبعدين زي ما قال أحمد خير إن هي وحدة ممكن الأجيال الجاية تقول رأيها فيه. رأيها فيه تنتهي من الوحدة. لكن حزب وحدة النيل كان يرى أنه الدولتين دولة واحدة. نعم. برضو حزب القوميين ده بالمناسبة برضو اللي هو أفتكر انضم له الأستاذ أحمد محجوب. أيوة. لأنه ديل هم مدرسة الفجر. طيب ديل مدرسة الفجر وديل لعبوا دور أساسي جدا في مسألة الاستقلال. ديل ما كانوا ضد الوحدة. نزع استقلالية تامة. نعم. نزع استقلالية تامة جدا. ولذلك في النهاية قاموا ينضموا إلى حزب الأمة. وهؤلاء هو بيفتكر أحمد خير إنه مدرسة الفجر دي نفسها إنها لعبت دور أساسي جدا في 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 مسألة دعم القوى الرجعية في المجتمع. ده الانضمام لأنه انضم الأستاذ المحجوب إلى حزب الأمة. حزب الأمة. على ذكر حزب الأمة أستاذ أحمد خير المحامي عنده رأي يمكن وصفه بالحاد جدا جدا والسالب تجاه هذا الحزب. هو لأنه طبعا لثلاثة أشياء. السبب الأول لأنه هو استغلالي حزب الأمة. حزب الأمة. والسبب الثاني لأنه طائفي. طيب. والسبب الثالث لأنه كان موالي للإنجليز. الثلاثة أسباب دي أحمد خير كان بيفتكر بأنه هي أسباب أساسية إنها تجعل هذا الحزب غير حتى غير وطني. حاد جدا منه. صحيح. فبيفتكر بأنه حزب مع الإنجليز في نفس الوقت هو حزب ضد وحدة وادي النيل في نفس الوقت هو حزب طائفي. هو طبعا لأنه بيتعارض مع رؤية أحمد خير. طبعا يعني برضو في الكتاب أو مناقشة الكتاب كأنه الآن بالنظر إلى أقدار النخبة السودانية بحسب وصف أستاذ أحمد خير والأمراض اللي موجودة والتنازع الحصل وانتهازيتهم وكذا. الآن حتى لو نظرنا في ما بعد جيل أحمد خير ما الذي تغير في أقدار النخبة السودانية وماذا فعلت؟ لعله في البال ما ذكره الدكتور منصور خالد النخبة السودانية وإدمان الفشل. وهو إدمان الفشل ذاته بمس أحمد خير باعتبار أحمد خير. ليه بقى؟ أحمد خير باعتبار أنه كان مع بتفتكر أنه الديمقراطية والحرية مسألة أساسية جدا مع الاستغلال. طيب. أنه لابد أن يكون هنالك استغلال ولابد أن تكون هنالك ديمقراطية وحرية. وأحمد خير كان بيلعب دور المفكر اللي زول بيستنبط الأسئلة من الواقع الاجتماعي وبيطرح أسئلة جديدة للمجتمع على أساس أنه المجتمع يقدم تصورات جديدة رؤى جديدة. لكن أحمد خير مشى بقى وزير خارجية لنظام ديكتاتوري عسكري ما عنده أي علاقة بالديمقراطية. والغريب أن نفس النظام الموصول بالديكتاتوري جاء باتفاق الأحزاب السياسية. أيوة هو ما بالطائفية لكن لما أحزاب سياسية حزب الأمة والشعب ما هو الطائفية شعب ديمقراطي ما الطائفية دي كان خايف منه أحمد خير ذاته. يعني أحمد خير كان بدين في الطائفية لكن الطائفية جابت له ممكن داري عاقبون ولا والله يا أخي ربما عندي عقوبته ربما. لكن فعلا زي ما قال منصور خالد في كتابه الجزئين يعني النخبة السودانية وإدمان الفشل إن النخبة السودانية حقيقة نخبة متناقضة جدا متناقضة في مواقفها. يعني بقدر ما هي تطرح شعارات ديمقراطية بقدر ما إنها هي تلقاها تستند إلى قاعدة دائما تبيع هذه الشعارات في أي لحظة. العيب وين؟ تكوين النخبة ولا العيب أن المجال السياسي نفسه ما سمح بأنهم يلعبوا أدوار؟ والله شوف المجال السياسي ده بتصنع النخبة نفسها. صحيح. يعني المجال السياسي بتصنع النخبة وده. لكن إذا أنت نظرت مثلا للأحزاب السياسية نفسها وإلى تكوين الأحزاب السياسية وإلى أي مدى هذه الأحزاب استطاعت أن تلعب دور أساسي جدا في الثقافة الديمقراطية تلقى ما في. صحيح. حتى نشأة نفسها استنادا على كتاب أستاذ أحمد خير. أيوة. كان نشأة نفسها ما نشأة موضوعية نشأة طارئة. جزء دار وحدة مع مصر فعمل حزب. أيوة. جزء عاوز يستقل يبقى مع الوحدة وعمل حزب. كان نشأة الأحزاب السياسية نفسها فيها مشكلة. أيوة فيها مشكلة. إن كانت أحزاب هي ما ديمقراطية أصلا كانت يعني. يسارية باعتبار إنه انت بتلقى الديمقراطيه وين؟ ما الديمقراطيه اصلا بتجي من مصدرين. المصدر الاول بانك انت بيكون عندك قيم
ومبادئ ديمقراطية. طيب. والمسألة والمسألة الثانية اللي هو الممارسة الديمقراطية نفسها عشان يعني تنتج تصحح نفسها وتكون تنتج ثقافة ديمقراطية. فنحن في الأحزاب السياسية يعني حتى الأحزاب التي ترفع شعارات الديمقراطية والليبرالية وإلى آخره ما بتمارس هذه يعني الحزب الاتحادي الديمقراطي. طيب. إذا كان هو حزب الطبقة الوسطى والطبقة الوسطى هي طبقة الاستنارة. نعم. كده. وبتلعب دور أساسي جدا باعتبار إنها هي طبقة كما يقال على في الإخوان الشيوعيين باعتبار إنها طبقة متذبذبة. لكن في نفس الوقت هي بتحفظ التوازن الاجتماعي. تنتج القيم. أيوة. مفهوم أن الطبقة الوسطى بتنتج قيم المجتمع. أيوة. نعم. أيوة. وتحافظ عليها. أيوة. وتكون أكثر دفاعا عنها. وهي اللي بتحافظ على المجتمع نفسه. صحيح. لأنها بتناقضاته وكده. لكن هذه الطبقة نفسها الطبقة الوسطى. السودانية لما تجي تلقى في 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 في, في الأحزاب تلقى بتلعب دور أساسي جدا ما بتلعب دور سالب خالص. يعني لا بتنتج معرفة ولا بتنتج ثقافة ولا بتمارس. تفتكر المشكلة أنه كل الجماعات السياسية الهم الرئيس الوصول إلى السلطة، الهم الرئيس الكسب السياسي السريع عكس ما أراده أحمد خير من التغيير الاجتماعي؟ أنا أفتكر كده. أنا أفتكر بأنه دي واحدة من الحاجات. المسألة الثانية في إشكالية تانية إنها هي غير منتجة للفكر. يعني ما هو الفكر البغير. نعم صحيح. مش كده؟ هو الفكر البغير الواقع. ونحن الطبقة يعني الأحزاب السياسية النخبة بعد ما غادرت المدارس الفكرية أقصد المدارس الأدبية مدرسة أبروف. أيوه. مدرسة أيوه. الأندية الثقافية. الأندية يعني الثقافية وجمعيات أصلاً. انقطع العلاقة ما بينه وما بين المعرفة. فبدل أن تكون هي منتجة للثقافة لا أصبحت مستهلكة للثقافة ولا أصبحت منتجة للثقافة. يبقى نشأة الأحزاب نفسها نفس النشأة مهزومة. مهزومة نعم. أنا أفتكر كده. دي وأحمد خير قدم نقد مختلف. نعم. نعم. يعني برضو لأنه فضلية أقل من دقيقة، ما المطلوب الآن لإعادة تذكار درس أستاذ أحمد خير المحامي؟ والله شوف أنا بفتكر بأنه النخبة نفسها مفروض إنها تعيد هذا الدور. يعني أنا بفتكر بأنه الآن أصبح هناك في تيارات بتاع التجديد وتيارات رغم إنه تيارات التجديد هي خارج الأطر الحزبية. آه صحيح. يعني الليل المدار يعني النخبة اللي بتقدم أفكار جديدة وتطرح تصورات جديدة وتقدم أسئلة جديدة في المجتمع هي خارج الأحزاب السياسية وتظل. لكن إذا هذه النقب ما كانت جزء من الأحزاب واستطاعت من داخل الأحزاب أن تقود هذه أن تقود عملية الوعي وعملية الثقافة وعملية المعرفة لا أعتقد أنه هيكون هنالك في السودان أحزاب قادرة على أن تصل إلى النهضة. شكرا أستاذ العودين صالح على هذه يعني على هذا الزمن الذي منحتنا إياه مدارسة في كتاب الأستاذ أحمد خير كفاح جيل. نتمنى أن نلتقي أيضا في حلقات قادمة ونناقش معك كثير من إن شاء الله. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. شكرا جزيلا للسودانية 24. عزيزي المشاهد هذه الفقرة انتهت. انتظرونا الفقرة القادمة. اختمنا لك هذا الكتاب. كونوا معنا. فاطمة المرنيسي المولودة في مدينة فاس المغربية العام 1940 وهي كاتبة نسوية شهيرة وعالمة اجتماع كرست جهودها للكتابة في المجالات الاجتماعية والسياسية المتعلقة بوضع المرأة ودورها. ويأتي كتابها هذا إضافة لمشروعها الممتد منذ مؤلفها الأول ما وراء الحجاب. وكتابها هذا يتحرك في الاتجاه ذاته لإيجاد تحليل اجتماعي لوضعية المرأة العربية والمسلمة. يقع الكتاب أو الرواية في 279 صفحة وفيه تحكي المؤلفة عن طفولتها الباكرة في واحدة من أعرق مدن المملكة المغربية مدينة فاس، وفيه تواصل كشفها لما تسميه العالم المغلق والسري للنساء وعن الفضول الذي ينتاب أي فتاة تملك شكلاً من أشكال التمرد الاجتماعي إذ تبحث عن إجابات لمحيطها وعن كيفيات وجودها الاجتماعي
امرأة في مجتمع يعامل النساء باعتبارهم أشياء غير ناطقة ولا تملك من الأنا سوى ما يريده الآخرين. والآخر هنا المقصود يبدأ من الأسرة وسياجاتها، ومنها إلى المجتمع المركب ضد المرأة. فصول الكتاب جاءت تحمل بصمات السيرة الذاتية ولو بشكل خفي، وتحت عناوين ذات دلالة خاصة وتمتح من التراث بشكل لافت. فتحت عنوان شامة والخليفة تطرح سؤالاً مربكاً للذات العربية، وهو ما هو الحريم بالضبط؟ وهي إذ تطرح هذا السؤال تريد أن تدخل به لمعنى جديد حول البنى الاجتماعية والسياقات التي تتحرك فيها اللغة الصانعة للدلالة والمعنى. وفي العنوان الحريم الفرنسي فهناك عالمان للنساء، إذ في ظل الانتداب الفرنسي للمغرب كانت المدينة المغربية تنقسم على نفسها مدينتين، الأولى تخص المستعمر وفيه تجربة اجتماعية مختلفة وحدود غير موجودة، ويمكن القول إن مدينة المحتل التي صنعها على أرضهم هي النقيض لما كانوا يعيشون فيه، فلديهم الحدود في كل شيء ابتداء من انتقاص حقهم في الحركة وحتى ترسيم الحدود الداخلية لما ينبغي أن يكون عليه واقعهم الملتبس والمتخفي داخل الأسوار والممنوع حتى الإطلال منها على العالم الجديد والممنوع. عناوين الرواية: الحريم الخفي، غسل الأواني النهري، قاعة الرجال، السطح المحرم، رجل في حمام النساء، وغيرها من العناوين الكاشفة عن إبداع حقيقي في هذه الرواية.